في رابع أيام الشهر الفضيل شكا مواطنون من إربد ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضروات بشكل ملحوظ، بينما رصدت كاميرا رؤية تفاوتا في الأسعار. وطالب متسوقون وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات المعنية بتكثيف جولات رقابية في الأسواق لوقف ما وصفوه بالتلاعب في الأسعار. الأسعار أسعار جنونية لا تتناسب أبدا مع مدخلات ورواتب المواطنين الأردنيين، حتى الطبقة الوسطى انتهت قبل هذا الشهر من الوجود. هذه الأسعار يجب أن تتدخل الدولة ويجب أن تتدخل الحكومة بإعادة وزارة التموين. كل واحد يبيع بسعر يعني ما في رقابة. بالنسبة للخضروات برضو نفس الشيء، احنا بنتمنى ان المراقبين المسؤولين ينزلوا وشوفوا على الواقع شو اللي بيصير عندنا هنا، لانه حرام يعني كله هذا على قبة المواطن والوضع سيء عندنا. فالمفروض يكون في يعني رأفة شوي بهالعالم، يعني في يعني مثل ما تفضل الدكتور، يعني مولات احنا ما بنروح مولات ولا بنفوت مولات، لانه بصراحة بنيجي على الحسبة كل يوم مرة مرتين لحتى نكون يعني ها الامور يعني نقدر نشتري شيء لاولادنا.